Innovation Think Tank Program برنامج أطلق بداية شهر نوفمبر بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز. تطرح المؤسسة 7 مشاريع ابتكارية من ضمنها العيادة الافتراضية لتوعية مرضى الأسنان، وكذلك جهاز للذكاء الصناعي لكشف الأمراض الخاصة بمرضى الأسنان. وكان يتمحور حول بناء القدرات في مجال الابتكار مع موظفين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والشركات الناشئة. كما تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ب7 مشاريع ابتكارية من ضمنها العيادة الافتراضية لتوعية مرضى الأسنان، وتشارك أيضاً بفكرة ابتكارية تساهم في تنقية وتصفية الهواء في المنشآت الصحية.